النهارده يوم من ايام النادي الاهلي الجميله. النهارده بتفتتح مولود جديد من مواليد النادي الاهلي. النادي الاهلي بعظمته وريادته وتاريخه من 1907، تاريخه الممتد شوف حضرتك بقى من 1907 كم انجازات في تاريخ الكره المصريه والرياضه المصريه بمختلف انواعها. اللجنه الاولمبيه اول اجتماع ليها كان في مقر النادي الاهلي، فالنادي الاهلي هو جزء اصيل من الحركه الرياضيه والاجتماعيه في المجتمع المصري. الحمد لله طبعا يعني ربنا وفقنا بالاشتراك مع شركه استادات، شركه وطنيه بتعاون مع الدوله، ان احنا نفتتح فرع جديد للنادي الاهلي في الصعيد في مدينه الاقصر. حاجه الحمد لله مبشره النهارده طول النهار واحنا عاملين نتفرج على اهل الاقصر وفرحتهم بوجود النادي الاهلي، اللون الاحمر مغطي على الاقصر كلها النهارده. فحاجه جميله، حاجه بتدي نوع من الامل الجميل لحركه الرياضه في مصر، انك تفتتح فرع جديد في مدينه في الصعيد. ده خطوه لفروع ان شاء الله تانيه للنادي الاهلي في محافظات مصر المختلفه.